يا كابتن النشف، بدنا نخلص من احتباس السوائل. كتير بسمعها، كتير عالم بيبعتوا لي على حسابي، على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، على حساباتي. بدنا ننشف يا كابتن، نخلص من الكرش، عندنا دهون، يعني في عندنا احتباس سوائل، ما بدنا ننشف خلاص، زينا تعبنا. طيب يلا نشوف. السلام عليكم، تحياتي لكم اينما كنتم. اولى قواعد التنشيف اللي مفروض لازم تعرفها هي لعبه الكربوهيدرات. كلام حاحكيه مش هتسمع من مكان تاني بكل صراحه، وهذا سر شغلنا يعني، خصوصا في التدريبات الاونلاين. هساعدكم تماما يعني. مرحله تنشيف يعني التقليل من الكربوهيدرات، مش هتقلل مره واحده. يعني انت هتمشي على جدول تغذيه، اولها هيكون في انخفاض بمعدلات الكربوهيدرات اقل من احتياج جسمك بنسبه 25%. هذا الشيء حكيته. حاجة تانية بدك تعرفها، لما بدي انزل ابلش انزل في الكربوهيدرات كتير، في البروتين. هذا الشيء حيساعدك في عملية ارتفاع هرمون التستوستيرون وزيادة معدلة استخلاب الجسم، بمعنى زيادة نشاط الغدة الدرقية. مبروك عليك زيادة بمعدلات نشاط الميتابوليزم، معدلات الايض، معدلات حرق الدهون. في حاجة مهمة كتير في التغذية انت المفروض هاي تماما تعرفها، بفترة التنشيف لما بتنزل بالكربوهيدرات، كل ما تلاقي حالك بلشت تنشف رد تنزل شوي بالكربوهيدرات وهكذا. اياك تعدمها من اولها. تيجي تعدم كربوهيدرات، لا مش حيكون لمصلحتك، حتحرم جسمك، حجسمك يحرمك حرق الدهون. حيقول لك انت حرمتني الكربوهيدرات مره واحده، حيحرمك انا موضوع حرق الدهون بديش اشتغل اليوم. انت بتحرم واحد مثلا عامل بشغله، تحرمه من الفلوس، حيقول لك حل عني مش هكمل معك، وهيك حيشتغل معك معدل الميتابوليزم، حيقول لك مش هشتغل معك، مش هكمل معك. لما تصل لمرحله معينه من التنشيف وحابب بعدها تحصل على بروز عضلي حلو تمام، حتطلع شوي شوي بالكربوهيدرات وتنزل كمان بالصوديوم. طبعا انت هيك قاطع السكر يعني، حاكي في هذا الموضوع كتير في هاي الامور. فانت بتقلل شوي شوي، ما تقطع الصوديوم، اياك. هي 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 يعني الصوديوم ما في خوف من وراه، حتقلل من الصوديوم وتطلع بالمي، ولما تيجي تطلع بالكربوهيدرات حتضلك ماسك على مستويات هاي الصوديوم الواطيه، وتضلك ماشي بموضوع شربك للمي. بهيك بضل ماشي معدل الايض معك بالحرق، انت بتزود له شوي كربوهيدرات، حيزود كمان شوي معك معدلات الحرق تمام، حيدخل البروتين في النسيج العضلي، الجسم حياخد جميع العناصر الغذائيه اللي انت اعطيته اياها تمام. مبروك عليك، انت بتشوفوا اجسام الناس عاملها ومظبطه ما شاء الله عليها، تقريبا احنا بنشتغل بهي الطريقه. ما في هاي اهم نقطه، في كلام تاني حاحكيه ان شاء الله تعالى في فيديوهات جاي. اذا شفت هذا الفيديو ان شاء الله تعالى في تفاعل، حابين نحكي في هاي المواضيع، حكمل معكم ان شاء الله، ما في اي مشكله. تحياتي لكم، ما تنسونيش من اللايك والاكسبلور. الى اللقاء.